لبنان يا لبنان، لا ذبح لك طير الحمام، لا يا حمام خلص حبيبي. ما معقول بكي 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 كل الوقت. خلص يا مامي، انت يا صغيري. لو شوستو مع ميسكو. وطي صوتك يا عباس، عم تصوت. لو شو وطي صوتك، مطوش الحايبة بصريخه. طوش الحايبة بصريخه، قال يعني انه عم تقرب عليه انت. يا لطيف يا لطيف. عباس معقول الي ثلاث ايام مخلفه بعد لهلا ما مسكته لابنك؟ ما عم بستوعب لك يا رولا، شو ما مسكته لشو بينمسك هو؟ امنتوا بالله على هالنهار، استغفر الله العظيم من كل ذنب. بس يا عباس بقى، بس ما تخليني ازعل منك. لك يا رولا، ايه يا بالله، دخيلك يا رب، دخيلك يا رب. انت اللطف فيك. خلص بقى يا عباس، شو باخلك؟ ان الحمد لله 10 اصابع ايدين و10 اصابع اجرين، ويحوس ما الله عليه بجن. ها هي جبنا 10 اصابع ايدين و10 اصابع اجرين. شو باي عباس، شو بك عم بتنقلك 3 ايام؟ صبي بشع يا رولا، بشع. يا ربي بلا جبر، يا ربي بلا جبر. بس يا عباس ما تقول هيك عن ابننا، تقول هيك عن ابننا. انت ببوسه، انا بعرف انه هدي القرد بعين امه غزال. لحظه خلص هدي، بس هيدا شوي، بس هيدا مش قصه رولا. ما قلي الله يوفقك. القرد بعين الله يوفقك. احمليه احمليه انت، هدي احمله عني شوي، تعبت ولو كل النهار. ليك شو مطبيع كمان، اني راي كثير. ليك هذا مطبيع، ليك ليك اصحى بلا ولي على هالقصه. ولي بس يا ابو ولي على هالقصه. ايه صرخ صرخ بعد. يلا تنام يا لطيف. ومغلفي جاموس عباس، خلص بقى، مش معقول، حرام عليك عم تحكي هيك عن ابننا. لك يا رولا، لك يا رولا، ما بقى فيك. شو ما بقى فيك عباس، شو ما بقى فيك؟ عم تفكر كيف بدي احمله كل العمر؟ دخيلك يا رب، دخيلك. شو بي شو بي عباس؟ يا بوبو يا بوبو. مين بوبو؟ يطلع له يا بوبو يا بوبو يا دبو. يا عباس حش تحكي هيك بقى عن ابننا. حر انا ابني وبدي احكي عنه هيك؟ ما ابني وحدك. من وقت ما هيدا وخلفته انت نازل فيه طس 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 للصبي. يا لطيف يا لطيف، كيف بيطلع فيه وبيزور عيونه ليكي؟ مش طايق قد ما بتحكي عليه. لك شو منه طايقني حاله، بيفهم طايقني وما طايقني. لك يا رولا، انا اللي مجننني انه نحن عنا ثلاث بنات مع احلاهم مثل القمار، كل وحده بتقول له للقمر قوم لا اقعد محلك، وكل الناس بتتماتل فيهم وبقولوا لك ولاد عباس، لك وبنات عباس مع بنات حلاك. عباس بنات رولا حبيبي. طيب بنات عباس ورولا، ايه هذا عشان جاي يشني برني خارق الحيط وطالع منه. يا لطيف يا عباس، خلص بقى يا عباس، عيب. بعرف انه ولادنا مثل القمار يعني، وكمان قبلنا مثل القمر. خلص حبيبي، معلش ربي عم بيقول عنك هيك. طبعا عندك هيك رولا، تعيت اقول لك تعا. نعم. كيف البنات جايين هيك وهذا رولا؟ نعم. تعال اقول لك. شو في عباس؟ ماجد السنجري 4 ايام قاعد عنا بالبيت، عم يصلح شو الحنفيه، عم يصلح شو الرنديل تبع الحنفيه. ما تكوني يا رولا، ما تكوني يا رولا، استغفر الله العظيم، ما تكوني يا عيب الشوم. ما تكوني عملتيها يا رولا. ما يا عيب الشوم عليك يا عباس، يا عيب الشوم. عم تقلي هيك؟ كيف بتقلك هيك؟ لانه ما معقول يجي الصبي هيك. ولاد ثلاث البنات مثل القمار، ايه بعرف. بس والله يا عباس، والله انه بهيدا بالذات ما خنتك. عيب الشوم عليك بهيدا. شو هيدا بالذات ما خنتك؟ الله لا يوفقك. خدي لك خدي. مين ابوه؟